γενέτης ελέησον ημάς. Άγιος ως Θεός, Άγιος εσχερός, Άγιος ασάνατος, ως Σταυρό της ημάς, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εξαιρός, Άγιος ασάνατος, ο Αναστάσικ των νεκρών, και άρελσον εις τους ουρανούς ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς. Σλήλε φλόγητε επί ευρωδευκίσταστε ειρήνη φά سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر وليذانكم فإنها تسمع أن نستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسي الله من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وتزكيتنا. Ψηρίεμ ευνοητή αβέτσις αρέξ εν τη παρεσένος ας μας φεντζέτη παρεσένος χεν δες λέμεν τέτοιο δε αυτον φεβόλ χενιές μότ χεν μπι Hallelujah.
ανατιτήμι τα βοβοσέω, ακούσομεν το Άγιο, Ευαγγέλιο. Την ζεύεις νέο χενευράνε πτσόησεν τέν ηγόμ, Κύριε, ευλόγησον εκ του καταλούχαν αγίου Ευαγγελίου το άναωσμα. Δόξαν σε Κύριε. Την أمام الله وانصيتون الأسمع الإنجيل المقدس فصم بشارة مار معلمنا لوكا البشير التلميذ الطائر بركاته على جميع مزامير يا بينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا الرب عز لشعبه وهو موازر خلاص مسيحه خل شعبك بارك ميراثك ارعاهم وارفعهم إلى الأبد ربنا القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إله سأله واحد من الفريسيين أن يأكل معهم فلما دخل بيت الفريسي اتكى وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها إنها لخطية فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك أما هو فقال قل أيها المعلمون فأجاب يسوع وقال له كان لمداين مديونان كان على الواحد 500 دينار
وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ فأجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثرين. أما هو فقال له بالصواب: حكى أمتى. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وما لأجل رجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعرها. أنت لم تقبل فمي، وأما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي، وأما هذه فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك: إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدى المتكئون يقولون في أنفسهم: من هو هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها، أمين. النهاردة 29 توت بنصلي بالطقس الفريحي، لأن فيه تذكار عيد البشارة وتذكار عيد الميلاد وتذكار عيد القيامة. بنصلي بالطقس الفريحي، كل سنة طيبين. أما عن قراءة هذا اليوم وإنجيل هذا اليوم، ففيه واضح الإيمان الشديد من هذه المرأة التي سمعناها عنها في هذا الإنجيل المبارك، إنها امرأة خاطئة ذهبت إلى السيد المسيح. بيبتدي معلمنا لوقا في أصحاح 7 الإنجيل يقول: سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه. الحادثة دي تمت في بداية خدمة المسيح، وكان قبلها السيد المسيح عمل معجزة لما أقام ابن أرملة نايين. والمفسرين بيقولوا غالبا إن الفريسي ده كان برضو في هذه القرية، حب إن السيد المسيح يجي. مين ده؟ مين الشخصية دي اللي قومت الميت ده؟ عايز يشوف المسيح يعمل معجزة قدامه، أو يشوف مين ده؟ ده إيه ده، معلم ولا نبي ولا إيه؟
عايز يكتشف أو يستفيد من المسيح، يعمل معجزة عنده في البيت، يعمل له شهرة أكتر. لما دخل بيت الفريسي اتكى، المسيح قعد. وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة، من جمال الكتاب المقدس بتاعنا ومن محبة مسيحنا القدوس، أخفى اسم هذه المرأة، ما قالوش اسمها إيه، لكن قال امرأة كانت خاطئة، دليل على أنها سمعتها ما شاء الله زي الطبلة في كل حتة، معروفة من كل شعب المدينة. وإذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي زي ما قال معلمنا لوقا، أخذت قارور الطيب. الطيب ده عبارة عن مجموعة روائح، زيت طيب وعليه روائح معينة، بحيث أنها يعني تخلي الواحد يبقى زي ما بيقولوا فريش. أخذت قارور الطيب ووقفت عند قدميه من وراءه باكية. في فرق بين الاثنين، الرجل الفريسي عايز المسيح يستفيد منه، عايز ياخد شهرة، عايز يشوف معجزة، وكان جائز انهم يعني يعملوا عزومات عندهم في البيوت. والست دي انتهزت فرصة، غالبا اتقابلت مع المسيح قبل كده، يعني شافته وغفر لها خطيتها، فهي جاية ترد الجميل، جايبة الطيب وجاية تعترف اعتراف جهرا قدام كل الناس. يقول أخذت قارور الطيب ووقفت عند قدميه من وراءه باكية. طب ازاي جت عند قدميه من وراءه ازاي؟ بيقولوا كانوا بيقعدوا على دكك منخفضة، ولما الدكة بيقعدوا عليها بيجي على يتكئ على دراع الدكة. الدكة من ورا ما بيبقاش فيها دراع، يعني دراع واحد بس في الناحية الأولانية دي، يتكئ عليه بإيده على الدراع ده، أو يتكئ على الترابيزة اللي هياكلوا عليها، وكانت بتبقى ترابيزات واطية، فيقعد على الدكة ويلف رجليه من وراه، يعني بقى قاعد ورجليه متنية لورا كده. وطبعا ما كانتش الدكك عالية، بتبقى حاجات يعني قريبة من الأرض، يعني عشان الست توصل لرجلين المسيح لازم تبقى في موضع كأنها سجدة، في موضع سجود. يقول وقفت عند قدميه من وراءه باكية. دي دموع التوبة، إنسانة رجعت عن خطاياها خلاص، شافت المسيح. يقول المسيح عيناه تخترقان أستار الظلام. السيد المسيح تقريبا قابلها قبل كده، ويعني قال لها خلاص كفاك كده. فالست بقى ندمانة، جاية ندمانة وجاية تجيب مكافأة للمسيح أنها تطيب له رجليه. يقول بدأت تبل قدميه بدموعها، يعني بتبكي بدموع غزيرة لدرجة أن الدموع بتنزل على رجلين المسيح، غرقت له رجليه وتمسحهما بشعر رأسه. من كسوف الست من كتر الدموع مسكت شعرها وبقت تمسح في رجلين السيد المسيح. وكان بتعمل حاجة ثانية، تقبل قدميه وبعدين تدهنهم بالطيب. حاجة التوبة بتغسل الإنسان من خطاياه. في إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 5 على ما أظن، قال السيد المسيح الآية اللي أنا هقولها دي، قال إن لم تتوبوا فجميعكم هالكين، قالها مرتين في نفس الأصحاح نفس النص. فالإنسان اللي ما يتوبش هالك بلا شك. والرجل الفريسي ده كان مليان كبرياء، يعني هو جايب المسيحة فشخرة وعامل عزومة وجايب الفريسيين أصحابه والدنيا هايصة، يعني الرجل تصدق على المسيح، عمل خير في المسيح، عمل له وليمة كفاية. الست جاية ما عندهاش حاجة تعملها غير شوية الطيب اللي جابتهم ودموعها. والتوبة يقول لك التوبة لازم تكون التوبة توبة نصوحة، يعني ما فيهاش رجعة. الإنسان لما يتوب ما يرجعش لورا. في بستان الرهبان يقول له
لا تعود إلى المدينة التي أخطأت فيها. يعني البلد اللي غلط فيها ولخبط وعمل خطايا ما يروح لهاش تاني عشان ما يفتكرش الماضي البغيض. يقول له ولا للطريق الذي خرجت منه، حتى السكة اللي انت خرجت منها من المدينة دي ما تمشيش فيها تاني. توبة، مش عايز يفتكر أي حاجة من الماضي، لكن بيفتكر حاجة واحدة إن هو خاطي وربنا بيقبل الخطاة. ويقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى أصحاح 11، يقول تاج المرأة شعرها. فالست لما توطي تقعد في الأرض وبشعرها تمسح رجلين المسيح من الدموع وتطيبهم بالطيب، دي حاجة جامدة قوي، كأنها يعني هي ألقت بكل خطاياها تحت أقدام المسيح وبتبكي بدموع غزيرة. واحد يقول لك أنا تبت الحمد لله أنا كويس كويس، ده السيد المسيح بيقول مهما فعلنا كل البر نقول نحن عبيد بطالون. ده المسيح نفسه اللي قال دي، مش حد قالها. والقديس بولس الرسول يقول الخطاة الذين أولهم أنا. بولس الرسول العظيم كتب 14 رسالة يقول أنا أول الخطاة. طب احنا نقول ايه بقى؟ كل واحد يفحص نفسه ويشوف الست دي اللي هي ما همهاش من الناس ولا خجل ولا أي حاجة، وكفاية ان هم يعني بيعيروها. ودي في حكم الناموس كانت ترجم، في حكم الناموس لازم تترجم الست دي، لو مسكوها متلبسها تترجم. هي ما كل ده كل الحاجات دي شلتها من دماغها، هي ليها هدف واحد بس، انها تكسب السيد المسيح والمسيح يخش جوه قلبها. شوفوا بقى الرجل الفريسي ده، الفريسيين كان السيد المسيح يقول لهم الويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون. ليه بقى؟ بيظهروا بمظهر القداسة والطيبة والخدمة والحب والعطايا، يعني حاجة شهرة كده والناس تمجدهم. لما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا، بدأ دين المسيح، يعني هو بيستضيف المسيح عنده بدأ دينه. قال أول حاجة، قال إيه؟ لو كان هذا نبيا، لو المسيح ده نبي صحيح كان اكتشف الست دي. وكان عندهم في الديانة اليهودية اللي يلمس واحد خاطئ يتنجس أو واحدة خاطئة، فالست دي خاطئة يعني دي المسيح يتنجس. هي خاطئة، هي نجسة والمسيح بيطهر، فهي تلمس المسيح تتطهر من المسيح الغافر للذنوب والخطايا. ألا علم من هي المرأة التي لبسته مع حالها إنها خاطئة؟ يعني إزاي، يعني إزاي ده نبي وإزاي يسمح لها إنها هي تلمسه؟ إحنا بنحكم على الناس بالمظهر زي ما هو حكم بالمظهر، إنما الله يريد القلوب، القلوب المنكسرة، القلوب التائبة، القلوب التي ندمت عن كل لحظة ضيعتها في البعد عن الله. أجاب يسوع أول ما المسيح أرى أفكاره، قال له أنا عندي يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. والاسم ده كان منتشر جدا، سمعان ده سمعان بطرس، وفي سمعان القناوي، في كذا سمعان. عندي كلمة عايز أقولها لك. قال له تفضل يا معلم. قل يا معلم. قال له كان الواحد مداين مديونان، واحد راجل غني وليه دين عند اتنين، كان على الواحد 500 دينار. قال له واحد عليه 500 والآخر عليه 50، بس الاتنين مديونين وما كانش معاهم فلوس، الاتنين مفلسين ما معهمش عشان يوفوا الدين اللي عليهم. فسامحهما كليهما، الراجل الغني ده
سامح الاثنين، الدين ده سامح الاثنين، قال له خلاص الخمسين اللي عليك ده أنا مش عايزها وأنا مسامحك، واللي عليه 500 قال له أنا برضو مسامحك ومش عايز الخمسمية. سامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ يحب مين أكثر من الاثنين؟ فالراجل قال له أظن أن الذي سامحه بالأكثر يحب اللي ساب له الخمسمية. السيد المسيح دايما كان يتكلم كلام إيجابي، قال له بالصواب حكمت، ما قال لهوش أنت عملت تنقض فيه وتنقض في الست، لكن قال له أنت أجبت بالصواب. وبص المسيح بص كده للست المرأة دي وقال لسمعان، قال له كده شايف الست دي؟ قال له أنا دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي. كانوا بيلبسوا صنادل في أيام المسيح، حتى في صور كتير المسيح يبقى باين لابس صندل في رجله، فكانوا طبعا لما بيمشوا رجليهم تتملي تراب وتتعفر وحاجات زي كده. فقال له ماء لرجلي لم تعطي، يعني الراجل اكتفى انه عمل عزومة للمسيح لكن ما كملش باقي الأعمال اللي هي تليق بالضيافة. كان مفروض أول حاجة يغسل رجلين السيد المسيح، خصوصا إن هو بيقول له يا معلم، يعني السيد المسيح برضو ليه شهرة ومعروف عند الناس بالمعجزات والتعاليم اللي كان بيقدمها للناس. قال له ماء لرجلي لم تعطي، دي نمرة واحد. أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها، أنت ما جبتش ما تغسل رجلي، هي غسلت لرجلي بدموعها ومسحتها بشعر رأسها، اللي بنقول عليه تاج المرأة. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أنت لم تقبل فمي. كان برضو من عادة اليهود لما يجيب ضيف كبير عنده في البيت أول حاجة لازم هو بيسلم عليه يقبله في فمه. وأما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل رجلي. تنيش قبلة الضيف وهي عمالة تقبل في رجلي من ساعة ما دخلت. دي نمرة اتنين. يبقى فيه حاجتين مهمين كان لازم يعملهم سمعان ما عملهمش مع المسيح. في حاجة تالتة لم ما عملهاش، قال له بزيت لم تدهن رأسي. لما يجي عنده ضيف يجيب شوية طيب ويدهنهم على عشان يبقى الضيف رش كده تبقى ريحة حلوة حواليه. أما هذه فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. وهي الست كانت جاية مش عايزة حاجة غير أنها تسمع الكلمتين دول من السيد المسيح له كل المجد. إحنا كتير بنعمل أخطاء، يجي يقول لك إيه، أنا المسيح قال لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. طيب إيه اللي بتعمله يمينه؟ يعني بتعمل الخير، صوم وصلاة وأعمال رحمة وحاجات كده. طب الشمال بتعمل إيه؟ بتعمل الشرور. فيجي واحد مثلا بيصلي وبعدين يجي معاد الصوم يقول لك ده الصيام لازم نصوم من أوله ويصوم، وبعدين تجي له تجربة صغيرة كده يقول له فينك يا رب؟ دي آخرة الصوم والصلاة، سيبنا. يتخانق مع ربنا. فهدي هي دي الفريسية. إنما الإنسان اللي عايش مع المسيح حياة التوبة يقول المر الذي اختاره لي الله خير من الحلو الذي اختاره لنفسي. يعني لما تجي له تجربة يقبلها بشكر، ما يتذمرش. إنما إحنا بنتذمر، الواد سقط في الامتحان نصور على ربنا، أنت فين يا رب؟ الواد بيلعب طول السنة وأمه بتقعد في المطبخ تشغل الأغنية وعمالة تغني وتعمل في التقلية ومش سائلة في العيال، ولا اللي يذاكر يذاكر، ما ذاكرش ما ذاكرش، طبعا لازم مش هينجح، ينجح إزاي؟ الله لا يمكن ينسى تعب المحبة لأي إنسان،
أي إنسان بيجاهد ربنا بيأزره بيسنده، اللي بيشتغل ربنا بيكافئه، التلميذ اللي بيذاكر الله برضه بيسنده وبينجح، ولو هو عنده طموحات كبيرة عايز يخش كلية معينة ربنا بيوفقه لأنه هو بيجاهد طول السنة. يقول لك أنا طول السنة بذاكر عناية اتمققت، لكن الكسلان والمتراخي والحسود اللي يقعد يحسد الناس يقول لك شمعنا فلان عنده وشمعنا فلان عنده وشمعنا فلان حصل له وفلان نجح وفلان كان له، طب ما انت مش ماشي صح. الراجل الفريسي ده ما تقول على امواله، ما تقول على انه فريسي، ما تقول على انه من المشاهير والناس تمجده ويصلوا في زي ما قال المسيح في زوايا الشوارع، يجوا في الزاويه كده يصلي عشان يقول لك ده الفريسي فلان الفلان ده اللي بيصلي، وياخدوا شهره من الناس وياخدوا مجد من الناس، وطبعا بيضيعوا المكافاه بتاعتهم اللي هياخدوها من ربنا. احنا بنعمل كل الكلام ده، يعني احنا بنلوم الفريسيين، واحنا احيانا كتيرة بنبقى احنا فريسيين. المسيح مش عايز كده، اللي عايز يجي المسيح يجي منكسر عنده ايمان. الحاجة العجيبة ان الانجيل بتاع باكر بتاع النهاردة بيتكلم عن الست اللي كان بنتها فيها شيطان، قال لها لا ينبغي أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. قالت له يا رب والكلاب تأكل من فتات أربابها. قال لم أجد إيمان في إسرائيل مثل هذا. الست النهاردة عندها إيمان أن المسيح ده هو اللي بيغفر، هو اللي بيغفر الخطايا. وفعلا أنت مهما رحت وجيت مفيش إشباع في هذه الحياة، يعني الواحد مفيش حاجة هيشبع منها. ربنا يديله فلوس عايز المزيد، ربنا يديله أولاده يقول لك بس لو كان بإيدي كنت أجيب كم أدهم تاني. مفيش إشباع، ما بيتبسطش، عايز أكتر. ربنا يديله وظيفة كويسة يقول لك لا ده أنا كنت عايز الوظيفة اللي بعد كده. يبقى وكيل وزارة يقول لك أنا كنت عشمان أبقى وزير. مفيش حاجة في العالم بتشبع الإنسان كأن الواحد بيجري ورا سراب. مهما يجري الإشباع في المسيح غافر الخطايا. الإنسان يترمي تحت رجليه يقول له يا رب أنا بين إيديك، سامحني واغفر لي، أنا ماشي غلط، أنا بتكلم غلط، أنا بتصرف غلط، أنا مش قاعد يدين الناس. ده الراجل قاعد بدين في المسيح، عزم المسيح عنده في البيت وعمال يدين في المسيح المعلم، بيقول له يا معلم. بيقول لك ده لو كان نبي كان عارف الست دي اللي بتلمسه دي ست نجسة تنجسه. طب انت مش فاهم اصله، انت مش فاهم ان المسيح جاي عشان يحل رباطات خطايانا، عشان يحل النجاسات اللي فينا، عشان يفتح لنا باب التوبة، يفتح لنا باب الفردوس ويرجعنا مرة ثانية الى الفردوس. انت مش فاهم حاجة. يريد ان الكل يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. والسيد المسيح لو كل المجد بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين، المتعبين والسقماء والمرضى والخطاة والجدع، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو ده مسيحنا القدوس. الست عارفة كده، والست اللي في إنجيل باكر نفس كده، وحتى في إنجيل العشية يقول لك المرأة نازفة الدم قالت ألمس هد بتوبه. إيه الإيمان ده؟ ألمس هد بتوبه بس، وأول ما لمست المسيح خفت، وبقى لها سنين طويلة بتتعالج وصرفت كل معيشتها على الأطباء وما خفتش غير لما لمست المسيح لمسة. فشوف لما الإنسان يروح ينسكب تحت قدمي المسيح له كل المجد، فيه شفاء للمرض، وفيه حياة للميت، وفيه قوة. يقول لك يعطي المعي قوة، يدي قوة للإنسان المفستك والتعبان والمهكع، يديله قوة ربنا يسوع المسيح. تعالوا للمسيح، توبوا، شوفوا الست عملت ايه، قدم دموعك وقدم الطيب وقدم قلبك. هو مش عايز ولا حاجة من الكلام ده، هو عايز حاجة واحدة، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. انا الست اللي بيقولوا عليها المرأة الخاطئة دي، المرأة القديسة اللي عرفت توصل لقلب المسيح بسرعة،
المسيح بتاعنا طيب، المسيح بتاعنا حلو. أول ما الواحد يناديله، أول ما يناديله بيسمع على طول، يقول أسمع صراخ المسكين وتنهد البائسين. يعني ودان السيد المسيح حساسة جدا، أي إنسان في ضيقة، أي إنسان في أزمة، أي إنسان الخطية مرمغته في التراب والطين، مجرد ما بيصرخ للمسيح السيد المسيح بيمد إيده وياخد بإيده. راح للرجل بتاع مريض بيت حزدة 38 سنة، قال له أتريد أن تبرأ؟ المسيح اللي راح يدور عليه، هو قاعد مرمي ما حدش بيسأل عنه، هو المسيح اللي راح يدور عليه. فيا أحبائي تعالوا إلى رب المجد يسوع بالتوبة والاعتراف. واحد يقول لك ما أنا تبت الحمد لله، طب ما تعترف، اعترف بالخطية اللي هي بيجوني ناس أحيانا في الاعتراف، يعني دي حاجة عامة مش شخص معين، يعني يقول الخطايا قديمة الشيطان بيحاربني بيها يا ابونا، واعترفت بيها بس بيحاربني بيها، دي طريقة الشيطان. واحنا هنا بنصلي في القداس الإلهي بنقول نجنا من تذكار الشر الملبس الموت. الشيطان يقول لك انت عامل لي قديس، وقف لي بتصلي يا اخويا، انت وقف لي بتصلي، مش انت اللي عملت كذا وعملت كذا وعملت. طب يا حبيبي ما السيد المسيح سامحني واعترفت وغفر لي خطيتي، لكن هو بيحب يجرجرك عشان يوقعك. لكن من يضع يده على المحراس لا ينظر إلى الوراء، يبقى عينيه ليه هدف يوصل للسيد المسيح وبس، وكل الحاجات الباقية باطل، الأباطيل الكل باطل كقبض الريح ولا منفعة الشمس. يا ست انت راح تبوسي في رجلين المسيح قدام الناس، مش كفاية سمعتك اللي زي الطبلة؟ قالت ما يهمنيش. انت رايحة تبوسي في رجلي المسيح وتغسلي رجليه بدموعك وتغسليه بالطيب والناس بتتريق عليكي؟ قالت ما يهمنيش كل ده، انا يهمني ان يقول لي مغفورة لك خطاياك. لو انت عايز ربنا يغفر لك خطاياك وضعفاتك انكسر امام السيد المسيح لو كل المجد واتضع، يقول لك ان الاتضاع هو الطريق الوحيد اللي يوصل للحياة الأبدية. من يريد أن يقضي سفينة حياته بسلام فيسلك في طريق الاتضاع. الإنسان المتضع لا يرزله الرب. والسيدة العذراء أم النور قالت في التسبيحة بتاعتها الجميلة، يا أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. ربنا يدينا روح الاتضاع ويدينا روح التوبة، إن احنا نمشي في طريق السيد المسيح لو كل المجد، ومش هنندم لأننا هنلاقي المسيح مستنينا ويقول لنا يا ابني أو يا بنتي مغفورة لكم خطاياكم. الله يدينا نعم ويدينا بركة نكون سامعين عاملين. له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. نحن نصلي من أجل بلادنا العزيزة مصر أن تجوز هذه الأزمات اللي موجودة في العالم كله بقيادة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، وبصلاة أبينا صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا طرس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رفائيل. وأيضا نتقدم بخالص الشكر ونصلي من أجل كل العاملين بالتلفزيون المصري والقناة الثقافية الذين ينقلون لكم هذا القداس الإلهي. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأبدين كلها آمين. هللويا 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 يسوس بخريستوس شيريم ابنوتي عفتشي صارت انت بارسي نوز اسماس فين جيتي بارثي نوز خين فيس ليم انتتيو دي اغطون في بول خنيت موت خين بي اهو Oh,
تنجيب يود مبشيرين بابن ضما اتصوم تدري يا سجيك ملت المجتمع مستنتيونا صوفيا سيبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس صلب عن على عهد بلاطس البنطي تألم وكبرى قام من الأموات في اليوم السادس كما كتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامتنا أموات وحياة الطائر الآتي يا رئيس الحياة وملك الدهور اللهم من تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوعه قد بملكه الذي تمجد العساكر الملائكية والطغمات السمائية والطبقة العقلية بصوت لا يسكت ناطقا بألوهياته وإسررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل ما قاوت أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحمتك واجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطي بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة الله من
أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. حسة مرزولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع، غير متفق نياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا. إنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك، فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك، أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحة لزلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك، لأنك إله رؤوف متحنن، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والعز والسجود أيها الآب والابن والروح القدس. صلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرسم، كفوا برعدتين وإلى الشرق انظروا ننصر في جماعة والدة الإله القديسة ماريا. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريستي، جاءت بقارورة الطيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه، ما هي إلا خاطئة. فأجاب السيد المسيح: غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات المباركة نختم معكم اليوم صلاة قداس الأحد. صلينا معكم من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. قام بالصلاة وألقى عزات اليوم القمص غبريال عبد النور، وشارك أيضا في الصلاة القس مرقس شفيق والقس كيرولوس سمير. شكرا لكم، وحتى نلتقي بكم يوم الأحد المقبل مع صلاة قداس الأحد، لكم منا كل التحية. Thank you.